بسم الاب والابن والروح القدس الله واحد امين. يفرحني كثير انه اكون وسطكم و يكون عندنا فرصه نشترك مع بعضنا في ذكرى واحد من القديسين الشهداء العظماء اللي هو ابو سيفين. هو الحقيقه شهيد عظيم ويبدو انه هو دائما بيستقصدني انا بالذات. كثير من الاحيان اكون ماشي مكان معين ولا داخل كنيسه معينه ويتصادف تذكار للشهيد ابو سيفين. امشي عند النوبه في ام درمان الاقي قدامي ابو سيفين، امشي ولز الاقي قدامي ابو سيفين، امشي اسمها مين دي قضاري فلقى قدامي ابو سيفين. كل ما امشي لي حته الاقي انه قدامي ذكرى لابو سيفين. هو انسان عظيم بذل كل ما له لله ويستاهل انه يكون له ذكرى واكثر من ذكرى خلال السنه كمان ان شاء الله. احنا النهارده حنتكلم عن الاستشهاد اللي بمناسبة ذكرى أبو سيفين بطريقة معينة نستفيد منها إحنا. الشهادة والاستشهاد ينقسموا لقسمين. الشهادة هي إنه الإنسان يشهد لشيء معين إنه صحيح، إنه سليم، إنه حقيقي، إنه حصل. إذا كان الشيء ده شيء ديني أو شيء عالمي، زي الناس لما بيشهدوا مثلا في المحكمة أو بيشهدوا في موضوع معين أو في عمل، في حاجات تخص العالم الناس بتشهد فيها بالصحة، تشهد فيها بأنها توقع في ورق معين، شهادة أو اعتراف بصحة الشيء أو سلامة الشيء. وفي شهادة دينية أو روحية، هي إنه الإنسان يشهد لله أو يشهد للإنجيل أو يشهد للمسيحية أو يشهد للمسيح المصلوب على الصليب الذي جاء كإله متأنس وتألم من أجل البشر ومات على الصليب وقام من بين الأموات وصعد إلى السماوات. لما نجوا التلاميذ يختاروا واحد بدلا عن يهوذا، قالوا احنا لازم لما نختار واحد يكون واحد حضر معانا الأحداث بتاعت يسوع، كيف يسوع كان بيعلمنا، كيف يسوع كان بيعمل المعجزات، كيف يسوع اتألم من أجلنا، كيف يسوع مات على الصليب، كيف يسوع قام من الأموات، كيف يسوع صعد إلى السماوات واحنا شايفينه كلنا. ده ينفع يكون تلميذ يمثل الاثنى عشر او يكمل الاثنى عشر بدلا عن يهوذا. وبقت دي معنى كلمه الشهاده الروحيه او الدينيه عندنا احنا كمسيحيين. اي انسان في اي مكان يشهد للسيد المسيح عن صحه الديانه بتاعته، صحه الأحداث المذكورة في الإنجيل، صحة إنه هو إله متأنس، صحة إنه هو تألم ومات وقام وصعد إلى السماوات، يبقى إنسان شاهد للمسيح. وفي نوع آخر من الشهادة هو اللي قال عنه يسوع المسيح: كل من يشهد لي أمام الناس أو يعترف به أمام الناس أعترف به أنا أيضا أمام أبي الذي في السماوات، ومن ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا أمام أبي الذي في السماوات. النوع ده من التعبير اللي قاله يسوع له أهمية شديدة، لأنه لا يتوقف فقط على الجزء الخاص بالناس اللي كانوا بيقفوا قدام القضاء ولا الملوك ولا الولاة
ولا الحكام ويقولوا لهم مثلا أسجدوا للأوثان ولا قولوا الحاجة الفلانية ولا سيبوا الإيمان بتاعكم، وهم يسيبوا الإيمان أو يبخلوا للأوثان أو حاجة زي كده. لا مش ده بس، ده نوع صحيح وله أوقات معينة، لكن في نوع آخر مهم جدا وهو صحة قدوة الإنسان المسيحي. صحة قدوة الإنسان المسيحي دي أهم من النوع بتاع الناس اللي بيجيبوهم قدام الأوثان ويقولوا لهم بخروا للأوثان عشان نسيبكم ما نموتكم. ده بيحصل في مراحل معينة أو في فترات معينة من التاريخ، لكن هنالك نوع مستمر في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل وقت. النوع ده هو الشهادة بالقدوة. الإنسان المسيحي اللي يعيش في وسط العالم ومطلوب منه أنه يكون رائحة المسيح الزكية، اللي مطلوب منه أنه يكون خميرة صغيرة تخمر العجين كله، اللي مطلوب منه أنه يكون النور الذي يضيء العالم، الملح الذي يملح العالم، ويبقى للأسف الشديد ما بيؤدي الوظيفة المطلوبة منه، ما بيؤدي العمل المطلوب منه. يعني هو مطلوب أنه يكون رائحة المسيح الزكية في أي مكان يتواجد فيه، إذا كان العمل، إذا كان في الجامعة، إذا كان في المدرسة، إذا كان في الطريق. ولكن عكس ما متوقع منه يحصل. أديكم مثل يمكن كلكم ما تكونوا منتبهين له، يمكن في بلادنا هنا الأجنبية ما بيحصل كثير، لكن في بلادنا العربية يحصل، وأنا بتألم له كثير لما يحصل، خصوصا لأنه يعني أنا بحضره في كثير من الأحيان. يكون واحد من أولادنا سايق العربية، وبكون في أغلب الأحيان أنا راكب معه، يجي ماشي في السكة يلاقي في ناس كبار في السكة في السن عايزين يقطعوا الشارع، ما عنده اعتبار للناس دي كبيرة ولازم نستناها عشان لغاية ما هي تقطع الشارع، لا هو عايز يمشي وخلاص، ما أنا أمشي في الأول وهو يعدي بوراي، المشكلة شنو؟ الناس تكون معدية في الشارع، ويمكن صحيح هو شايفها وعامل حسابه إنه هو ما يصدمها، لكن للأسف الشديد بيقرب منها بمسافة قريبة للغاية، لدرجة ما تعمل استفزاز للإنسان. طيب أنت أغلب الناس اللي بيلاقوك في الطريق ده ما مسيحيين، ناس مسلمين، ناس وثنيين، ناس أي حاجة حسب المنطقة اللي أنت بتتعامل فيها أو بتتحرك فيها. أنت لما تتصرف تصرف زي ده، وين القدوة بتاعتك؟ وين الرسالة بتاعتك؟ وين المؤشر بتاعك اللي بيقول أنا مسيحي، لي روح المسيح، أنا رائحة المسيح الزكية؟ ورائحة المسيح الزكية تحس بكل إنسان، تقدر كل إنسان، تعتبر كل إنسان، تتعامل برقة وود ومحبة عظيمة مع كل إنسان، اللي بعرفه، اللي ما بعرفه، اللي شفته، اللي ما شفته، اللي قابلته بالمصادفة، اللي قابلته أكثر من مرة، أنا مطالب إنه أتعامل بالطريقة دي. ده مجرد مثل، أنا ما قصدت إنه يكون هو ده الحدث وبس، لأنه في أحداث كثيرة جدا ممكن تكون بنفس الطريقة أو أصعب، زي إنسان مسيحي ونلاقيه في أي مكان الحليفة على لسانه باستمرار وبسهولة وببساطة، هو ما مفكر إنه هو بيعمل في حاجة غلط، رغم إنه الكتاب المقدس واضح وصريح، لا حلافين يدخلون ملكوت السماء. طيب أنت ما داخل السماء، أنت هتعلمني قدوة، أنت هتوريني رائحة المسيح الزكية كيف، أنت حتكون الخميرة الصغيرة التي تخمر العجين كله كيف،
انت هتكون نور العالم بالنسبه لي وبالنسبه للاخرين كيف؟ عشان كده عايز اقول انه الاعتراف بالمسيح في وسط العالم ليس هو فقط حينما ندعى للتبخير للاوثان، ولكن هنالك اعظم واقوى واكثر استمراريه، هو كيف نتعامل ونحن وسط الاخرين وخصوصا الغرباء، وسط المسيحيين ووسط الغرباء وخصوصا الغرباء. خلينا حساسين جدا، ما نكون ناس عشوائيين، ما نكون ناس ماشيين وخلاص، ما نكون ناس بنتصرف بنوع من الأنانية، ما نكون بنتصرف بنوع من الجفوة أو القسوة في حياتنا. إحنا ندبر أمور حياتنا والناس تدبر أمور حياتنا، ما نتعبين نفسنا بالآخرين، كل واحد ويشوف حاله. لا، إحنا مسيحيين نختلف عن العالم ومطالبين أمام الله أن نعترف به بسلوكياتنا بقدوتنا، وإلا بسبب هذه الأخطاء التي نظنها بسيطة وغير مهمة، إذا كان واحد بيحلف، إذا كان واحد بيشتم، إذا كان واحد بيكذب، إذا كان واحد بيسوق العربية باستهتار، إذا كان واحد ما بيحترم الإنسان اللي قدامه، إنسان بيشوف إنسان يحتاج للخدمة ما يقدم الخدمة، أيا كان نوع الشيء الذي نستطيع أن نقدمه كرائحة المسيح الزكية ونفشل في ذلك أو نتهاون في ذلك، ثقوا إننا نطبق النص الثاني من كلمات يسوع: ومن ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة أبي الذي في السماوات. أو تفتكروا الإنكار ده بس لما نقف قدام الأصنام ونقول إحنا عايزين نبخر للأصنام عشان ما يقطعوا رقبتنا؟ لا، أي إنسان يتصرف تصرف لا يليق بالإنسان المسيحي، لا يناسب رائحة المسيح الزكية، لا يناسب العمل والرسالة التي وضعت عليه كخميرة صغيرة كنور للعالم كملح للأرض، هذا الإنسان ينكر المسيح وسينكره المسيح أمام ملائكته التي في السماوات. أو نفتكر غير كده وأو نستهتر بالحاجة دي، هيجي يوم من الأيام والإنسان يقف أمام الله ويندهش ويتعجب وينزهل من كمية الأخطاء ومن كمية الاختلافات والجزاءات اللي موضوع عليه بسبب استهتاره وتهاونه وعدم الجدية بتاعته في أنه يكون رائحة المسيح الزكية أو رسالة المسيح للعالم. ده نوع من الاعتراف إحنا يهمنا كثير جدا، زي ما بنقول أكثر من النوع الأول. بالإضافة لكده عندنا حاجة تانية اسمها الاستشهاد. الاستشهاد برضو ينقسم لأنواع، في نوع واضح وصريح اللي هو الدم المسفوك من أجل المسيح، وده أقصى ما يمكن أن يقدم الإنسان في تعبيره عن المحبة، في تعبيره عن الاعتراف بالمسيح والمسيحية والوصايا المسيحية والمبادئ والعقائد المسيحية. أقصى حد يعبر به الإنسان عن هذه الأشياء هي سفك الدم، ما في أبعد من كده. عشان كده آبائنا القديسين صنفوا الإنسان الشهيد بسفك الدم بأنه بعد الملائكة طوالي في الدرجة بتاعته، العذراء الملائكة وبعدها طوالي الشهيد بسفك الدم. هنالك نوع آخر من الشهادة، هو الشهادة بحياة الإنسان أو الإنسان اللي بيستشهد وهو حي. وأول نوع من الأنواع دي أوجدته المسيحية في صورة الرهبنة.
الأنبا أنطونيوس والأنبا ماجار والآباء الأوائل في الرهبنة، لما ابتدى الاستشهاد بالدم يختفي أو يتناقص، والمسيحية ابتدت تبرد لأنه ما في شدة على المسيحيين. دائما للأسف الشديد المسيحية أول ما تعيش في هدوء في سلام تبتدي تبرد الحرارة بتاعتها. يمكن من رحمة ربنا ومن محبة ربنا إنه يسمح للمسيحيين بشدائد على مدى الدهر عشان يعمل لهم تقوية وتصحيح للوضع بتاعهم. فأبائنا الرهبان لما شافوا إنه الاستشهاد بالدم تناقص أو توقف تقريبا في زمن معين، استبدلوا هذا الاستشهاد بنوع آخر من الاستشهاد، هو الاستشهاد بالبزل الذي يسمى النسك. الراهب بيبذل كل ما عنده في شكل نسك، يبذل ممتلكاته، يبذل الكرامة بتاعته، يبذل الأنا بتاعته، يبذل الصحة بتاعته، يبذل الراحة بتاعته، يبذل كل شيء في حياته من أجل المسيح، أو إنه هو بيقدم هذه الأشياء اللي بيعتز بها الإنسان البشري الطبيعي الموجود على الأرض الغير مسيحي، ويهمه جدا الكبرياء، أقصد يعني الكرامة بتاعته، عزة النفس بتاعته، الصحة بتاعته، الراحة بتاعته، الإمكانيات بتاعته، الشهرة بتاعته. هذه الأشياء تهم الإنسان الطبيعي غير المسيحي كثير جدا. لكن الإنسان المسيحي زي ما بنقول لما فقد فرصة الاستشهاد بالدم قال يا رب أنا زمان كنت بقدم كل ما عندي في صورة الاستشهاد بالدم، هسه عايز أقدم نفسي ده كله في صورة وأنا لسه حي، أنا لسه موجود بالجسد على الأرض، أقدمه كيف؟ أنا حشيل كل الكرامة، كل عزة النفس، كل الممتلكات، كل الشهرة، كل الإمكانيات الجسدية اللي عندي، كل الوقت بتاع الراحة اللي عندي، وأحطه لك على طبق وأقول لك يا رب ده تقدمة أنت تستحقها، أنت تستاهلها، زي ما بولس الرسول قال كلنا كغنم للذبح حسبنا. عشان كده الرهبنة لما قامت في الأول قامت بقوة وجبروت، وكانوا الآباء يصوموا بالأيام ويسهروا بالليالي ويتعبوا ويزلوا نفسهم ويبذلوا ويضحوا ويتعبوا من أجل الآخرين ويحبوا بعمق لغاية ما ممكن يضحوا بكل شيء في الكرامة بتاعتهم والسمعة بتاعتهم من أجل الآخرين، زي الأنبا ماجار اللي دار على الإنسانة اللي قالت إنه هو أخطأ معاها واستحمل لغاية ما الست جات تولد حتى ما ربنا كشفها بعد كده مثلا. وده نوع تاني من الاستشهاد. هنالك نوع ثالث من الاستشهاد يهمنا إحنا الناس اللي عايشين في وسط العالم، وزي ما قلت لكم قبل شوية في نوع من الاعتراف للمسيح ما هو بأنه إحنا نقف قدام الأوثان، لكن بالقدوة هنالك نوع من الاستشهاد بالحياة التي نحياها كناس في العالم في وسط العالم، ناس متزوجين وناس لهم أعمال وناس لهم مسؤوليات ولهم أولاد، لهم فرصة إنهم يعيشوا حياة الاستشهاد. كيف؟ إحنا عارفين كويس جداً إنه وإحنا عايشين في العالم بنقابل كثير من المشاكل، اللي يسيئنا، اللي يزل الكرامة بتاعتنا، اللي يهضم الحقوق بتاعتنا لحاجة ممكن تكون خارج الدائرة بتاعت الأسرة، وممكن يكون في بعض الأحيان في جزء منها داخل الأسرة أو الأسرة الكبيرة مثلا.
ولكن هنالك فرصة أن نعيش كشهداء ونحن أحياء في مثل هذه الحياة الحالات. أبانا القديسين يقولوا لنا مثلا، يقولوا لنا لو إنسان شتم إنسان أو إنسان أو أساء لإنسان أو اتهم إنسان بتهمة معينة، والتهمة دي ما فينا أو الغلط ده ما فينا، واللي شتمنا ولا أساءنا ولا أساء سمعتنا غلطان في حقنا، وإحنا احتملنا هذا الخطأ وهذا الاتهام بغاية الفرح وغاية الهدوء وغاية السلام، هذا نوع من الاستشهاد ونحن أحياء في وسط العالم. إحنا ما رهبان، نعيشين في العالم، لكن إنسان أساء للسمعة بتاعتنا، إنسان ظلمنا وأخذ الحقوق بتاعتنا، إنسان شتمنا، إنسان حب يقل الكرامة بتاعتنا ولا يهيننا، لكن أنا كإنسان مسيحي بشهد للمسيح في وسط العالم وبمثل صورة المسيح ورائحة المسيح في العالم، احتملت هذا الإنسان بكل هدوء وبكل فرح وبكل سلام، لأنه أنا مدرك مين أنا، مين أنا. أنا ما إنسان عادي، أنا ما بشر عادي. أي إنسان مسيحي يا جماعة لازم يكون عنده الإدراك اللي يميز بين الإنسان المسيحي اللي بيسموه إنسان النعمة وبين الإنسان الطبيعي اللي قبل ما يكون إنسان مسيحي. الإنسان الطبيعي اللي قبل ما يبقى مسيحي ده إنسان لا يقبل أن يتعامل إلا عين بعين وسن بسن، لكن الإنسان المسيحي ربنا أداه نعمة خاصة تسميه إنسان النعمة وترتقي به أعلى من المستويات الطبيعية في البشر، وتخلي القدرة اللي عنده أعظم من قدرة البشر. إحنا شفنا الكلام ده في كثير من الناس، إذا كان لما هم بيقدموا نفسهم للشهادة بالدم أو لما هم بيقدموا نفسهم للشهادة في شكل الرهبنة، أو لما بيكونوا بيواجهوا الناس الظالمين وهم مليانين بالهدوء ومليانين بالسلام ومليانين بالوداعة، ويمكن عكس كده بيردوا بكل محبة للناس وبيدعوا للناس بكل خير وبيصلوا من أجل الناس. وأعتقد أنكم أنتوا شفتوا صورة بسيطة للحاجة دي في الأيام الفاتت اللي فيها الناس أولادهم استشهدوا وهم بيقفوا ويقولوا إحنا مسامحين الناس، إحنا ما عايزين حاجة من الناس، إحنا ما بنكره الناس، إحنا بنصلي من أجل الناس. ربما في بعض الأحيان يبقى الحاجة حاجة شكلية نوعا ما، لكن ثقوا أن الله لا يترك نفسه بلا شاهد، وفي ناس أمناء فيما يقولون. دي حاجة، وإحنا نقدر نعمل كده، إحنا نقدر نكون شهداء حقيقيين للمسيح أمام ناس يظلمونا في أمورنا الدنيوية، في أمورنا المعنوية، في الكرامة بتاعتنا، ولكننا قادرون بالنعمة التي وهبت لنا من مسيحيتنا أن ننتصر بالهدوء والسلام والمحبة التي تملأ قلوبنا، وبالأكثر بأن نطلب من أجل هؤلاء الناس زي ما يسوع قال لنا صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. وآخر جزء هو إنه هذا النوع من الاستشهاد يمكنه أن يدخل إلى داخل الأسرة. في بعض الأحيان نلاقي الأسرة فيها مشاكل، مشكلة من الأب ولا مشكلة من الأم، ولا مشكلة من الأب والأم تجاه الأولاد، ولا من الأولاد تجاه الأب ولا تجاه الأم،
قد يحدث حاجات زي كده. الطرف اللي يقدر لما يحصل قدامه هذا الحدث يبقى مواجه من ضغط أو من أخطاء أو من ظلم أو من استهتار أو من قسوة من أحد الأطراف اللي ذكرناها دي، الطرف اللي يقدر يقف قدامه وهو مليان بالهدوء ومليان بالسلام ومليان بالطلب من أجلهم زي ما ذكرنا قبل شوية، هذا الطرف يعتبر شهيد من غير سفك دم، شهيد وهو حي في وسط هذه الحياة أو في وسط أسرته في وسط العالم. أو تفتكروا زي ما قلت لكم الشهادة هي بس سفك الدم على الطريقة بتاعة القديسين ماري جرجس وماري مينا وأبو سيفين وبس، لا، هذا النوع مهم أكثر من الشهادة التي بالدم، لأنه هو اللي بيحقق ملكوت الله على الأرض. بدون هذا الأسلوب لا يمكن أن يتحقق ملكوت الله على الأرض، لابد يكون لربنا شهود حقيقيين وممثلين حقيقيين لمملكته على الأرض في هذه الصور، إذا كان في صورة القدوة الأولى اللي قلناها أو في صورة الإنسان اللي في وقت الضغط وقت الاضطهاد وقت الظلم وقت القسوة وقت الأخطاء المتكررة وقت الاستهتار وقت التهاون وقت عدم المسؤولية، وإحنا بنتمسك بكل الهدوء بتاعنا بكل السلام بتاعنا بكل المسؤولية اللي مقصر فيها الطرف الآخر، وإحنا بندعو لهذا الطرف ونطلب من أجله بكل نقاء من الداخل، ثقوا أن هذا الإنسان شهيد، هذا الإنسان شهيد. والكلام ده قالوه القديسين قبل ما أقوله أنا لكم النهاردة. فإحنا وإحنا في مناسبة ذكرى القديس والشهيد العظيم مرقوريوس لابد أنه نستفيد من العبارة بتاعت الشهادة في معرفة أين نحن من حياة الشهادة، أين نحن من حياة الاستشهاد. هل حياتنا هتعبر وتعدي وتنتهي ونقف قدام يسوع وإحنا لسه ما عشنا المسيحية الحقيقية اللي مفترض نعيشها، لسه ما عشنا رائحة المسيح الزكية المطلوبة مننا، لسه ما عشنا الخميرة الصغيرة التي تخمر العجين كله، لسه ما عشنا إننا نكون ملح الأرض أو نور هذا العالم، لسه ما عشنا البلسم الذي يشفي جراح الآخرين اللي قدامنا، لسه ما عشنا القدرة القادرة أن تغير الذي يعمل بالشر أمام الخير. يوم ما نكتشف إنه إحنا لسه لازم نعرف إنه إحنا ضيعنا كثير وما مفترض يضيع أكثر، ولازم نبتدي بجدية وبأمانة، لأنه الزمن يا جماعة بيجري وبيسرقنا، وحيجي يوم من الأيام وحنلاقي إننا أمام الله وما في فرصة تاني. فعشان كده لابد إنه يكون المناسبة بتاع ذكرى هذا القديس العظيم مناسبة لمراجعة أنفسنا والجدية في اتخاذ قرار أن نكون شهداء ومعترفين حقيقيين للمسيح، لا بسفك الدم ولكن بالقدوة وبالمثال الحقيقي للإنسان المسيحي الذي هو إنسان النعمة. لربنا المجد دائما أبديا، آمين.